وتقرأ الله يرضى عنكم. الكتب يعطوك، ما حصلت كتاب الموقع موجود، ما حصلت موقع يا أخي خذ واحد من هؤلاء الطلاب القدامى اللي درسوا قل تعال اسأله، إذا لم يجبك ائتني به. مفهوم؟ أي نعم. كيف يحضر ولا يحضر يا أستاذ؟ بعد الدرس يعطي الكتاب. فأخواننا مهم جدا والله الضبط والحفظ. أخذنا في هذا القسم بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الباب الأول، وفيها بطلان عبادة ما سوى الله وعبادة الأصنام. الباب الثاني بطلان عبادة الملائكة عليهم السلام، أقرب ما يكون إلى الله عدا خواص بني آدم يحصل لهم عند كلام الله الفزع والخوف، بطلة عبادة الملائكة غيرهم من باب أول عليهم السلام. بطلان الشفاعة، بطلان الهداية. إذا لا يعبد إلا الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. غدا إن شاء الله تعالى ممكن نأخذ إلى باب، ننتهي من باب أعمال الشيطانية إن شاء الله.